تتولى وزارة الإسكان تقديم مختلف الخدمات التمويلية التي تقوم وفق نظام مبسط يراعي دخل المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة، على أن تتولى الحكومة الموقرة تغطية جزء من هذه الأقساط. خدمات تمويلية متنوعة تقدمها وزارة الإسكان وفق نظام مبسط يتوافق بالدرجة الأولى مع دخل المواطن الشهري، فهذه الخدمة الإسكانية تمنح المواطنين الراغبين في الاستفادة منها عملية سداد ميسرة تراعي دخل كل مواطن على حدة. هي إحدى الخدمات اللي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين، وتشمل تمويل الشراء والبناء والترميم. إجراءات الحصول عليها ميسرة من خلال تقدم المواطن بالطلب عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ويمكننا يستدل على كل المستندات المطلوبة أيضا من موقع الوزارة الإلكتروني. بعدها القسم المختص راح يستلم الطلب ويبتدي بالتدقيق على الطلب من خلال انطباق المعايير والاشتراطات، وفي حال الاستيفاء يتم رفع قرار وزاري بالتخصيص، ومن بعدها يتم تحويل القرار لبنك الإسكان لصرف التمويل. خدمة إسكانية مغايرة تتمثل في الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق الحصول على تمويل مصرفي يسد مقدم الطلب 25% فقط من دخله الشهري، وتلتزم الحكومة الموقرة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي بقية قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك المشارك. خدمات التمويل اللي تقدمها وزارة الإسكان عبارة عن ثلاث خدمات: شراء وبناء بحد أقصى 60,000 يحدد على حسب الراتب، إضافة إلى تمويل ترميم بحد أقصى 20,000 يعطى بعد مرور 10 سنوات على امتلاكه للمسكن. أما بشأن تمويل مزايا راح يكون له اشتراطات وأمور أخرى تحددها الوزارة. كما تتعاون وزارة الإسكان وبنك الإسكان من مبدأ تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص مع مختلف المصارف والبنوك الممولة، حيث أطلقت سابقاً ومن أجل دعم المواطنين برنامج الرهن المشترك الذي يمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهن إضافي والاكتفاء برهن ضمان القرض الإضافي مع بنك الإسكان. حزمة من الخدمات والبرامج تقدمها وزارة الإسكان لجميع المواطنين، تنوع ثري في الطرح يساعد في تسريع عملية الانتفاع من الاستحقاقات السكنية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.